قد يتفاجأ البعض عند دخوله لبيت أبو عبيد الذي فقد بصره في عينه اليمنى أثناء حرب أيلول والثانية نتيجة خطأ طبي بعد إجرائه لعملية جراحية بأنه من بنى هذا البيت بنفسه حجراً حجراً. أبو عبيد وعائلته يسكنون هذا البيت في مخيم عقبة جبر في أريحة بعد عودته إلى أرض الوطن ليعمل في قوات الأمن الوطني، إلا أن ما حدث معه غير مسار حياته. أنا عندي ظهر مي زرقاء، وعملية المي الزرقاء يعني على صعيد كل الأطباء ناجحة، وإذا كان في هناك ضعف فالمفروض الدكتور ما يعملهاش. عملوا لي العملية، بعد 10 أيام نزلت الشبكية، رجعت للدكتور على أساس إنه يعني يعالج لي أو يجد لي حل، فقال بالحرف الواحد: امرأة عمرها 60 سنة بتخلفش. شوف المثل اللي بيقوله هذا الطبيب اللي بيحمل شهادة الطب في رام الله. وبالرغم من الإعاقة التي حالت ما بين أبو عبيد وممارسة حياته بشكل طبيعي، إلا أنه يصر الاعتماد على نفسه من أبسط الأمور إلى أعقدها، ويرفض النظر إليه بعين الشفقة. الناس بتستكش إنه ذو الإعاقة بيقدر يشتغل أي حاجة، بس الناس تعودوا بعيد عنك على التسول. الناس طبعا سيئة الذكر، لا يليق بالشعب الفلسطيني إن يكون متسول. زوجته التي يعتبرها سنده في هذه الحياة ترى فيه الإنسان العظيم والحكيم بكل ما عاشه من مصاعب وألم في حياته، وخصوصا في ظل تهميشه بالرغم مما قدمه للوطن على مدى سنوات طويلة. احنا الحمد لله اول شيء يعني مش محتاجين شيء، يعني الحمد لله رب العالمين كل شيء عندنا موفر، الا انه واجهتنا مشكلة مع السلطة نفسها بتوفير سيارة تنقل، لانه يعني بجميع الدول اللي بوصل عقيد او بوصل رائد وبتصير عنده مشكلة معينة بيصرفوا له سيارة بالمرفق تبعها، يعني بالمرافق تبعها. احنا لنا تقريبا 2 سنين بنطارد وراهم ودائما بيجينا بالرفض، دائما بيرفضوا له اي طلب بنقدم لهم اياه، وهذه العائق الوحيد عندنا هو وسيلة التنقل. يعني انت شفتي كيف الوضع عندنا، يعني احنا مش طالبين منهم يساعدونا ماديا، يعني الحمد لله احنا مكتفيين ماديا، مكتفيين، يعني بدنا بس نحس انه فعلا تعب وما راح هدر. وكمان يعني انه هو بعيل تقريبا 18 نفر، سوري، عنده 18 واحد، يعني حتى اولاده المتزوجين بالاردن هو نفسه ببعث لهم فلوس من عندنا. بس احنا المشكله الوحيده كانت عندنا هي للتنقل، يعني انا عندي اولاد صغار 2، عندي البنت والولد، يعني بنتي بقدرش امنها بالبيت لحالها، هي بدها طفله يعني قد ما كان. فلما بدي اطلع مثلا بدنا نطلع على مشوار، بدنا نطلع على، بصير عندي مثلا حالات طارئه بالليل، كونه انه عنده ربو او عنده فشل رئوي من الدرجه الثانيه اللي هو ضعف عضله القلب، بصير في عندنا، بصير مرات بالليل يعني بصير حاله طارئه او شيء، بدي اتصل يا اما على الاسعاف يا اما بدي اتصل على احد هالجيران عشان يجي ياخذنا. و كيف شخصيته؟ أنا بشوفه قدوة بدرجة عالية جدا بصراحة. خسارة أنه يصير كفيف. أبو عبيد تحدى بإرادته الصلبة وحبه للحياة والوطن مشاق ومصاعب حياة أجبر على عيشها رغما عنه، ولربما يكون قدوة لمن يتدمرون ويشتكون من أبسط الأمور. لشبكة أجيال إذاعية يارا فارس.